السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم فيديو جديد وجولتنا النهاردة في الوكالة. وزي ما انتوا شايفين كده الليستات اللي هي الفرو اللي هي القط كل أنواعها، وهنا معانا لبس الأطفال ده ب50 جنيه. النهاردة إن شاء الله معانا الفيديو يعني شامل، فيه حاجات كتير جدا. استنوا معايا لآخر الفيديو وما تطلعوش من الفيديو، لأن في حاجات في الفيديو حاجات يعني قيمة جدا وأسعارها رخيصة جدا. وأتمنى منكم إن انتوا تشوفوا الفيديو، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والاشتراك. زي ما انتوا شايفين كده ده 175 رحلته. الجواكي دي تبقى يعني استعمال، بس استعمال خفيف يعني، لكنها مش ملبوسة. يعني 175 حلو، يعني احنا لو جبناه من مكان تاني هنجيبه غالي جدا. فده يعتبر يعني ايه، مش مستعمل يعني، هو مستعمل بس مستعمل خفيف. يعني الناس بتعتبره يعني ايه ان هو ما استعملش، عشان بيبقى مستعمل استعمال خفيف. وهنا المناديل دي زي ما انتوا شايفين، عارفين محدش يحط البرفن ويخرج بيه. اللي عاوز يعني يحط برفن يحط في البيت بس، انتوا عارفين طبعا كلكم الاحكام. وهنا معانا النضارات ديت ب45، وممكن طبعا تفاصلي فيه. وكانت في ناس هي بتشتري، كان في اشكال جميله جدا واشكال شيك من النضارات. وهنا الدفايات ديت اطفال من في 3 سنين وفي 3 سنين وفي 4 يعني وانت طالعه، واسعار كانت كويسة. وهنا الفوط ديت، الفوط ديت على قطن اللي هي بتبقى هواية تزور الحاجات ديت. الفوطة السمرة الكبيرة ديت كانت ب40 وكان فيه ب20. وهنا معانا اللي هي الشغل السيناوي اللي ورا دوت، اللي هو بتاع الركنات، بتحط على اللي هي الكرسي، الكرسيين اللي هما الكبار مش الكرسيين الصغير، كنبتين اللي هما بيبقوا كبار شوية. وهنا دوت مشمع المتر ب22.5، ده الناس بتجيبه عشان الشتاء وعشان المطر. وهنا الستاير ديت، الستاير دي كان عنده، كنت مصورة عنده قبل كده، كان فيه ب25 ب35 و40، كانت اغلى حاجة عنده 65، وممكن تفاصلوا فيها يعني. زي ما انتوا شايفين كده اللون بتاعها يعني فيه اوف وايت، بس طبعا عشان النهار مش جايب اللون، يعني النهار مع الشمس فبتحس باللون بيتعكس، ان هي بتجيبه اغمق، لكن هو بقى في الحقيقة يعني افتح من كده. وهنا معانا القماش دوت، القماش ده ينفع تنجيد انتريهات تقيل جدا وركنات. وهنا الست اللي كانت قاعدة هنا بتبيع حاجات، يعني عندها حاجات جديدة طبعا زي ما انتوا شايفين، وعندها شبه حاجات مستعملة، بس كان عندها حاجات حلل كويسة وعندها ستلس. وهنا اي ده كان ب150، كانت في ناس بتسأل اللي هو ده كان ب150، ده جديد، حاجات دي جديد. لكن دوت الجواكت دي بقى بصوا، دوت واقف عند شركة الكهرباء رجالي، بس حاجات تحفة. دي بقى اللي هي الحاجات الأوروبية بقى، اللي هي الاسكوتات والحاجات ديت. أنا من رأيي الواحد يعني حتى لو هي مستعملة استعمال خفيف، بس تبقى خامتها خامات أوروبية مش موجودة هنا. يعني انا بفضل اللي يشتري من هنا، يعني زي ما انتوا شايفين كده الحاجه بحالتها، يعني الحاجه بحالتها الواحد يجيبه ويوديه طنطا ليه ويعقمه يبقى كويس جدا. وهنا برضو
التيشيرتات دي اللي هي الشتوي تلبس تحت الجواكت طبعا، وممكن لو جو حلو تلبس على بنطلون الجينز للرجال طبعا، وهنا اي حاجة ب45 الاطفال. وهنا الهيكولات الشتوي دي يعتبر هيكول يعتبر بروفال برضو، يعني الاتنين في نفس الوقت. تتلبس طبعا تحت الجواكت، تبقى شيك جدا بالنسبة للرجال. 55، يعني 55 يعني مش جايبة اي حاجة. لو اتغسل ده هيبقى كويس جدا، وفي كل الالوان بتاعته. وهنا برضو نوع تاني، ده مش رقبة، ده حوض. وهنا الحاجات اللي جاية دي اي حاجة ب55، استندات كتيرة جدا. ده شارع 26 يوليو ذات نفسه، اللي في اخره شركة الكهرباء والممر اللي بيودي على الاسعاف في اخر الصف ده، بس تمشي شوية لقدام. سندات كتيرة جدا، بس اللي ينقي ويروح. كان في ناس بتشتري يوم الحد دوت، كانت ناس كانت زحمة. وهنا 75، وده 55 الشروال. وهنا كانت حاجات صيفي رجال. وهنا برضو البناطيل دي اللي هي زي الشروال برضو، كانت حلوة برضو. يعني هي القماشة ولا تقيلة ولا خفيفة قوي، اللي هي الكويسة. يعني في ناس بتدور على القماشات ديت. وهنا بنطلون جينز 100 جنيه. هنا الجواكت ديت، دي جواكت جبردين. البناطيل دي برضو كويسة جدا، دي بناطيل رجالي. واللعب الأطفال اللي جاية معانا ديت أي حاجة ب35 جنيه. وعنده العروسة برضو هتشوفوها معايا بعد قليل ب35. اتفضلي يا استاذه، اتفضلي يا ابو 35 اي حاجه. وعندي عرايس اهي، عندي عرايس اهي 35 اهي. العروسه دي ب35، شكلها كيوت خالص. اتفضلي يا ابو 35 يا ابو. وفي معانا البطاطين اللي جايه دي برضو، في ب475، وفي نوع ب299، يعني 300. المحل ده في شارع 26 يوليو برضو، قدام جنب الاستندات. وهتشوفوا معايا استندات جاية برضو. هنا البناطيل دي ب65، البناطيل دي جديدة من المصنع على المحل، يعني 65 جميلة جدا، شكلها شيك. يعني ديت لعاد في البيت طبعا، مع ان في ناس بتخرج بيها، بس ربنا يهديهم. يعني يعني في حاجات بتبقى للبيت ما ينفعش الخروج، وفي حاجات للخروج، لكل يعني مقام مقال. يعني مش كل حاجة نخرج بيها، يعني مش معقول يعني حاجة البيت نخرج بيها والخروج نقعد بيه في البيت بس. اهو في الكوتيات ديت،
وفي الشباشب دي برضو، وفي الحاجات الكيوت دي للأطفال ب25 جنيه، جميلة جدا. شكلها كيوت خالص. مية 85 والشواكت 150 رجالي. وهنا برضو كان في محل برضو عارض، هنا 75 التيشيرت الشتوي دوت. وهنا براتين دي 70 جنيه، دي رجالي وهتشوفوا معايا جواكت برضو.